طلعت السرجاني، واحدة من أعرق أسر المجوهرات في مصر. تاريخها يمتد للقرن 18 الميلادي. التاريخ الممتد ساهم في تأصيل الحرفة وصقل الصنعة. يحترم جداً كلمة جواهرجي، ويتعامل مع قطعة المجوهرات كعمل فني خاص لابد أن يحمل من روح صاحبه. أول ما يقوم أي واحد لازم يغسل إيده هنا آخر السنة حوالي 50 جرام. معقول؟ ما إيده دي فيها بودر، أنت مش شايفوه بعينيك. لا تزال العائلة تسلم أجيالاً جديدة المهنة والحب والشغف. نلتقي بزياد طلعت السرجاني وطلعت السرجاني. أستاذ زياد السرجاني، أولاً مبسوطين إن إحنا في المكان الجميل اللي اسمه لوحده تاريخ في صناعة المجوهرات. مرسي لحضرتك. أنت الجيل الثالث من آل سرجاني ولا أكتر كمان؟ أكتر كمان، ممكن أكتر كمان. أحكي لي تاريخ عائلة السرجاني ممتد في عالم صناعة المجوهرات قد إيه؟ هم عائلة السرجاني يعني من أول عائلات اللي في مصر في صناعة الذهب. وهم كانوا يعني في أواخر القرن ال 18، وهم بقى في تسلسل قرن بعد قرن لحد ما احنا في سنة 2022، لحد ما انتوا استلمتوا يعني. لحد ما احنا استلمنا. بس وفي برضو عائلات تانية كانت موجودة زي عائلة شفيق غالي، برضو معروفين في السوق، برضو دول من زمان جدا. وحتى الأستاذة عز فهمي كانت كتبت يعني كتبة في كتاب هي عملته كتبته إن من أول عائلات عائلة شفيق غالي وعائلة السرجاني اللي اشتغلوا في صناعة الحلى والمجوهرات المصرية. بالظبط. هي ابتدت طبعا بورشة صغيرة أكيد. ووصلنا لانه في منتج او صناعه براند مصري اسمه السرجاني. بالظبط. احكي لي بقى انتوا لما وصلتك المهنه طبعا كان ايه التغيير عن القديم، وايه اللي انت مشغول قوي انه يحصل دلوقتي؟ هم احنا العيله كبيره في اولاد عمام وكده، كل واحد فتح محلات، بس برضو احنا مع بعض يعني في الاول وفي الاخر. بالزبط. يعني بنساعد بعض. انت لفت نظري ان هي مش 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 جد وابن واحفاد بس، لكن كمان اولاد عم. بالظبط. عشان كده الاسم كبير ومنتشر. بالظبط. بس الحمد لله يعني كلنا محافظين وبنحاول نحافظ على الاسم ده. حلو. ويعني كله بقى بيحاول يعمل احسن ويقدم الجديد اللي عنده. انا طول عمري بحب يعني بحبش الفيل بحب الشغلان. بحب. كنت لسه عايز اسالك، ما قاومتش يعني؟ ما حسيتش ان انت عايز تشتغل حاجه تانية، عايز ادرس حاجه تانية؟ لا انا يعني عجب، بحب الفيل ده والجولري والفاشن والكلام ده كله. فانا كان بالنسبه لي كمان اوريدي يعني حاجه موجوده، فليه ما استخدمهاش ان انا يعني اطور فيها. فبعدين قررت اول حاجه ان انا اسافر برا اعمل كورس بتاع اسمه جيمولوجي بتاع الاحجار. حلوة. الاحجار والالماس. طلعت درست في تايلاند في انستتيوشن يعني هي نمبر 1 في العالم اسمها جي اي اي. رحت درست هناك برضو عالم تاني خالص. طب. ومناجم ويعني لا اكسبوجر تاني خالص هناك يعني. عملت الحمد لله عديت على طول يعني من اول اتمت عديت على طول في الامتحان. اخذت السيرتيفيكت بتاعتي ورحت راجع على مصر. انت واخد الجينات برضو يعني. في خبره وزودها بعلم يعني. بالظبط كده. رجعت على مصر قعدت شويه. فكان معايا فكره ان انا رجعت الاول قلت بفكره ان انا ابيع احجار هنا في مصر. لقيت الموضوع صعب شويه، ولقيت الناس برضو ثقافه المصريين مش رايحه قوي ناحيه الاحجار. بالظبط. يعني مصر محدوده شويه في الالماز والالوان اللي هم الروبي والزفير والزمرد. اللي هم دول احلى بنسميهم ذا بيج 3. والبيرلز برضو شوية. الروبي اللي هو الأخضر صح؟ الروبي الأحمر. الأحمر الزفاير الأزرق اللي هو الزفير، والزمرد الأميرالد اللي هو الأخضر. بالظبط كده. أصحابنا جواهرجية نصحوني إن أنت بدل ما تبيع الحجارة بس لوحديها، لا حاول تعمل ديزاين تشكيلات بقى وديزاين ديزاين وتحط ده على ده وتبيع فاينل برودكت. فانا برضو بصراحه انتهزت الفرصه ورحت طالع على ايطاليا. ذاكرت تاني. طلعت على ايطاليا عشان ادرس جولري ميكينج وجولري ديزاين تصميم بقى الحلة. تصميم. بالظبط. حلو قوي. رحت هناك قعدت سنتين بعمل كورس بقى الكورس هناك بيكفر كل حاجه. الديزاين والتصنيع والتركيب، ولحد ما الفكره بتطلع من دماغ الواحد بيحطها في سكتشز وعلى الورق وينفذها ان هي تطلع بيس تتلبس وتبقى ريدي تو وير. دايما يقولوا كده ان احنا نقعد نقول عملنا التصميم الايطالي
وعملناه في مصر عشان يبقى المصنعية أقل والتفاصيل دي بالزبط. أنت بتشوف أنه فكرة أنك تعمل تصميم من الأول بيلقى قبول زي ما التصميمات الكوبي من الحاجات الموجودة عالمياً؟ آه طبعاً يعني. أنا برضو عندي يعني عندي كلاينتال كبير قوي بيجي يقعد معايا ونعمل حاجات كاستمايزد. هو بيبقى عنده فكرة ممكن تتنفذ ما تتنفذ، أنا أقدر أساعده أقول له أدخل، أقول له لا إحنا ممكن ندخل أحجار ممكن ما ندخلش. فإحنا دي يعني طول عمرنا إحنا عندنا الورشة بتاعتنا، وأنا تعلمت برا التصميم والكلام ده. فدايما الكلاينت أو الزبون ما بيجي يشتري ساعات بيبقى عايز مساعدة، فبنعمل له بقى الكاستمايزيشن ده بروسس كتير قوي، بنبتدي برضو برسومات ونعمله على الواكس وبعد كده كاستنج لحد ما نسلمه، وفي النص بقى طبعا بيبقى فيه بروفات لحد ما بنسلمه في الآخر البيس اللي هو عايزه. ايه اكتر حاجه ممتعه بالنسبه لك؟ التعامل مع الناس والعلاقات اليوميه مع ناس بتتغير كل يوم، ولا نقعد نصنع ونفن ونعمل حاجات جديده؟ انا بصراحه كله، بس اميل للتصنيع اكتر شويه ان انا برضو درست ودخلت فيه، ويعني وانا عايز اطلع دايما حاجه جديده فكره جديده الكلام. بس اوفرول ده بيكمل ده. الذهب لسه طريقة من طرق الاستثمار، ولا بالديزاينز الجديدة والحاجات الخفيفة ما بقاش كده قوي؟ لا هو بالس يعني في، بس هو long term investment عشان الناس برضو استثمار طويل المدى. مش هشتري النهاردة وبيع السنة الجاية يعني بالظبط يعني، او ما حدش يبقى مزنوق في فلوس ويشتري بيها دهب عشان فاكر ان هو كمان شهرين ثلاثة او ست اشهر هيكسب فيهم. ده يعني هو الذهب عالميا هو حاجة هيدج فند يعني او سيف هافن يعني الناس بتحفظ ملاذ آمن للناس تحوش بالظبط سيف هافن. فلو حد عايز ما عندوش مشكله ان هو ينفست من 3 ل 5 سنين يبقى يشتري سبائك وجنيهات. غير كده بقى حد عايز يشتري يعني مجوهرات او جولري يلبسهم ممكن ممكن يعني في احتماليه ان هو يزيد معاهم اوكي يعني، بس يعني اوريدي هو لبس او هي لبست واستعملته واستمتع بيه. ينفع يجي لك حد يسالك يقول لك، او بتحصل يعني ان حد يقول لك انا معايا كذا عايز احوشهم فتنصحه اشتري حجاره اشتري ذهب بتاع؟ طبعا بيجي لي كتير، وزي ما بقول يعني في الاخر فتره دي اما الذهب قعد يطلع في اخر كام شهر كان الناس بتيجي تشتري سبائك وجناهات. هو في ميزه ان هو التسييل بتاعه سهل، وفعلا الفتره اللي فاتت مع التضخم مع الكلام ده كله لا يعني لازم يبقى جزء من البورتفوليو بتاع اي حد جزء نسبه ذهب شايلها على جنب بيشيل فيها فلوس. لما بتبقى شايل اسم كبير كده زي اسم السرجاني بتبقى عندك مسؤوليه ثقه العميل. طبعا. في اكتر حاجه انت بتبقى يعني مستاء منها جدا؟ ممارسات مش الطف حاجه بتحصل مع الزبائن وناس تيجي تقول لك انه حصل معايا كذا؟ دايما بنحاول يعني نقول ننبه على الموظفين اللي عندنا ان دايما الزبون على حق، ودايما هو يعني لازم يبقى مبسوط وماشي ساتيسفايد بالكلام ده كله، وبنحاول ان احنا يعني ما نعملش مشاكل مع اي حد خالص. لا بالتاكيد لازم تحافظوا على الميراث العظيم بالزبط. اللي يعني من قرن 18 يا رب انا اقدر كمان اكمل الحفاظ عليه يعني ان شاء الله. وده سؤالي الاخير فعلا ليك، لانه عايزه انا متخيله ورثت حاجه حلوه انت مبسوط بيها وحبيبها اتعلمت كمان وصقلتها بالعلم، ايه اللي نفسك تعمله؟ يعني نفسي اكبر كمان البيزنس واخرجه بره مصر كمان يعني ينفع أنا يبقى نفسك تعمل براند يبقى عالمي يعني ان شاء الله. وانا برضو من اكسبيرينس بتاعتي وسفري وبتاع حاسس ان لا ممكن يبقى في اكسبوجر نطلع بره اكسباند. احنا برضو عموما في مصر يعني هيستوريكلي بقى من ايام الفراعنه مشهورين بالخنق يعني احنا كنا زمان ليدنج في الاندستري دي يعني احنا مش احنا بقى واخدينها مستورد يعني استوردنا الصناعه دي من بره، ده احنا الفراعنه عندنا هم اللي ابتدوا الفكره نفسها، وكان عندهم حاجات طبعا تحفه يعني بيتحط في المتاحف بره. انا متحمسه نشوف خط كده حلى مصري فرعوني يطلع. لا ان شاء الله ان شاء الله. طبعا الاستاذه عزه فهمي يعني عامله صراحه شغل عالي جدا يعني يعني وانتوا كمان عاملين شغل عالي. ميرسي. احنا كمان مبسوطين جدا ان احنا اتشرفنا بيك النهارده. حضرتك. واحنا كمان والله البرنامج بتاعكم طبعا عاملين كله يعني. ثانك يو. شكرا ليك. العفو.